قال ويمسك في تقديه صخر وأحراض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لونها حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم، يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض طيب تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير. كلب أو خنزير، بول الكلب أو بول الخنزير أو لعاب الكلب أو لعاب الخنزير مكاثرتهما بالماء، يعني مكاثرة هذه النجاسة بالماء يكفي، لأن المكاثرة بالماء خاصة إذا قلنا الماء فوق القلتين، لحديث النبي إذا كان الماء فوق القلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا المكاثرة بالماء تكفي في إزالة هذه النجاسة طالما أننا لا نجد طعمها ولا لونها ولا ريحها. نعم.